في فرق لما واحد يبتدي كبير قوي فالطبيعي انه يفضل كبير، هيفضل كبير. بتبتدي صغيره بتطلعي واحده واحده ستيب باي ستيب. بالنسبه لك ده، انا بالنسبه لي بحب ان انا اخد خطوات واحده واحده، بحبش بيجي مره واحده. انت ما بداتيش كبيره؟ لا لا خالص بلاكس. طب ما كبرتيش؟ كبرت وبيجي علينا وقت لازم نرجع تاني. عارفه ليه؟ الدنيا كده يعني. بصي ما فيش حد بيفضل محافظ على مكانته ابدا، فيش حاجه اسمها البقاء للاقوى والكلام ده كدب طبعا. انت ليكي ليفل معين حاولي تحافظي عليه، اللي هو لا فوق ولا تحت، خليكي ان بتوين. ده انت تمسكي العصايه من النص هتبقي مرضيه تماما، لكن لا الغني مستريح قوي ولا الفقير مستريح قوي، دايما هتلاقي الوسط مبسوط عايش، بيقول لك الحمد لله.